أحياناً الظروف بتحطك في مواجهة مع الخطر، بتبقى مجبر، خلاص اتحطيت قدام الأمر الواقع ولازم تتصرف. ولكن أحياناً تانية أنت بنفسك واختياراتك الغبية وعندك وحرصك أن أنت تغمض عينيك عن الحقيقة الواضحة زي الشمس، بتحط نفسك في كوارث. أنا جهاد، 35 سنة، متجوزة أنا ومعتز من 10 سنين، معنا ولد وبنت، متجوزين في بيت يعتبر بيت عيلة. البيت 3 ادوار غير الدور الأرضي، كل دور شقتين. حماية اشترى 3 شقق في البيت فوق بعض من الدور الأول للدور الثالث. أنا ومعتز اتجوزنا في الشقة اللي في الدور الثاني، وأخو معتز متجوز في الشقة اللي في الدور الثالث. أما الشقة اللي في الدور الأول فمحدش ساكن فيها، مفروشة والمفروض إنها بتتعرض للإيجار، وفعلا بتيجي ناس تأجرها، ولكن كل مرة حد بيجي يأجرها ما بيكملش شهرين 3 بالكتير قوي يعني، وبيمشي. الأسباب دايما كانت غريبة، الأجهزة الكهربائية مش شغالة مع إن بيتعمل لها صيانة باستمرار، النمل مالي الشقة ومفيش أي حاجة بتخليه يروح، الدنيا باردة قوي طول الوقت. بس أكتر سبب كانوا المستأجرين بيسيبوها علشانه إنها مش مريحة، مش عارفين يتعودوا عليها. الحقيقة الشقة دي كانت دايما مصدر رعب بالنسبة لي. أفتكر إن مرة وأنا حامل في ابني الأولاني سمعت صوت صريخ عالي قوي جاي منها، وفجأة سمعت صوت أنبوبة بوتاجاز بتتجرب طول الشقة، وحد بيزعق جامد وبيحلف إنه هيولع في البيت كله. طبعا في ساعتها جوزي نزل للمستأجرين ووالده وصل ومشاهم فورا. بس من اليوم ده وأنا حاسس إن دايما في حاجة غلط، دايما اللي بيأجروها ناس غريبة، أصواتهم عالية، زعيق وخناق، حاجات بتتخبط وتتكسر، لدرجة إن أنا بقيت أتمنى من جوايا محدش يأجرها، لأنها ببساطة بقت مصدر قلق وتوتر باستمرار، وأنا بطبعي شخص قلوق جدا. بس مع ذلك استمرت عمليات التأجير، واستمر برضو إن المستأجرين يمشوا من غير أي أسباب منطقية. اتأجرت لأسر والشركات والعزاب والطلاب، وبرضو كل مرة النتيجة واحدة، الناس بتمشي بدون مبرر واضح، لدرجة إن في منهم بيسيب حاجته ويمشي. الحقيقة إن حماية حاول كتير جدا يغير فيها حاجات، سواء في العفش، في الديكور، في ألوان الحيطان، حتى الأجهزة اللي كان على طول بيصينها ومش محتاجة تغيير برضو كان بيغيرها، ولكن دايما النتيجة إن مفيش حد بيرضى يقعد، حتى اللي كانوا بيعملوا عقد سنوي كانوا بيهربوا منها بعد أقل من شهر. لحد ما في يوم من الأيام واحدة هي وولادها أجروا الشقة، والشقة فعلا عجبتهم وارتاحوا فيها جدا، خصوصا أنها كانت قريبة من ناس قرايبهم وبالتالي كانت مناسبة ليهم. والحمد لله الناس دول كانوا هاديين، لا صريخ بقى ولا صويت ولا تكسير ولا أي حاجة من الحاجات اللي كنا بنسمعها قبل كده. بس في يوم من الأيام الست دي تعبت جدا وجالها أزمة قلبية واتحجزت في المستشفى، وفضلت كذا يوم ما بين الحياة والموت. بصراحة الموضوع هزنا كلنا، وفعلا ساعتها كلنا اقتنعنا ان الشقة دي الافضل انها تفضل زي ما هي كده فاضية وخلاص بقى، بلا ايجار بلا وجع قلب. وفعلا الموضوع بتاع الايجار اتقفل تماما، وتقريبا كلنا نسينا اللي كان بيحصل، لحد ما من بعد كام سنة كده انا قررت ان انا افتح مشروع خاص بيا، وطبعا علشان الاولاد ومسؤولياتهم كنت بدور على مكان قريب اقدر اعمل فيه البيزنس بتاعي. وبكل صراحة الشقة دي ما جاتش في بالي تماما، ولكن بعد شوية تدوير حلوين وطبعا الأسعار كلها أعلى من إمكانياتي بكتير، جوزي اقترح أن أنا أخد شقة 4 أأجرها وأشتغل فيها. رغم أن أنا ما كنتش مقتنع بالفكرة وكان لسه جوايا بقايا قلق من الشقة دي، إلا أني قررت أغمض عيني وأوقف دماغي عن كل حاجة تخص الشقة، وقلت أن أنا مش هسكن فيها، يعني دي هتبقى مكان شغل، وبعدين دي ظروفها ممتازة بالنسبة لي، أنا كده مش هبعد عن أولادي، وفي نفس الوقت الإيجار على قد إيدي، ومش هتكلف بقى مواصلات ولا أي حاجة، يا دوب هنزل كام سلمة من بيتي وابقى وصلت. وفعلا عملنا الإجراءات ولميت العفش كله اللي في الشقة دي في أوضة واحدة علشان أقدر أفضي باقي المكان للأجهزة والتجهيزات اللي أنا هحتاج لها في المكان. غيرنا ألوان الشقة وظبطنا كل حاجة وبدأت الشغل. طبعا لأني كنت في البداية وكنت مصمم إن أنا أنجح، كنت بقضي وقت طويل جدا في الشقة، حتى بعد ما التيم بتاعي كان بيمشي بفضل قاعدة أحط خطط وأجهز الحاجات اللي هتتعمل تاني يوم،
ومش هتكسف أقول إن أنا أحيانا كنت بقعد أنظف في المكان، أنا كنت حابب اللي أنا بعمله وبالتالي كنت مخلصاله جدا. أول شهر عدى بسلام، كل حاجة كانت ماشية حلو جدا، لدرجة إن أنا بدأت أفكر إن أكيد الناس اللي مشيوا منها دول يعني على مدار السنين أكيد العيب فيهم هم. أنا هو في الشقة كل يوم وكله تمام، مفيش أي مشكلة. وزي ما قلت لكم إن أنا كنت بطول من بعد ما الناس اللي شغالة معايا تمشي، وأحيانا كمان بعد الولاد ما بيناموا بنزل أكمل شغل أو بقى ترتيب أعمل أي حاجة في الشقة، أصدق مشروعي وكان نفسي أعمله من زمان، وعلشان كده كنت شايفة إن أي مجهود هبذله فيه مش خسارة. ولكن بعد الشهر الأولاني بدأت حاجات بسيطة تحصل، يعني النور يلعب، اللمبات تتحرق، أشم ريحة وحشة قوي ومش عارفة مصدرها إيه، بس كنت بقول عادي النور بيقطع كتير وجايز ده أثر على عمر الإضاءة. بس الريحة الوحشة دي ما لقيتلهاش أي تفسير منطقي، فكنت بتغاضى عن الموضوع وأكبر دماغي وأرش معطر في كل الأركان وخلاص. كل ده اتغير تماما لما دخلت في الشهر التالت، الشبابيك بقت بتتفتح وتتقفل لوحدها، أبواب الأوض بتتهبد، صوت حاجات بتتجر، صوت غريب ما كنتش عارفة ميزه، ولما ركزت في الصوت حسيت انه صوت عياط، شكيت انه يمكن حد من ولادي بيعيط فوق وانا سمعاه، بس لما اتصلت بيهم كانوا كويسين ومفيش اي حد بيعيط. كنت هتجنن الصوت ده جاي منين، مفيش اطفال في العمارة سنهم صغير ممكن يعملوا صوت العياط ده. فكنت بشغل قرآن وعليه علشان يغطي على صوت العياط، لدرجة ان الصوت بقى عامل لي ازعاج مش عارف اتخلص منه. للأسف الموضوع ما وقفش لحد هنا، العياط بقى صريخ، صريخ بيجي من كل حتة في الشقة. كنت حاسة ان انا هتجنن، انا مش عارفة مصدر الصوت ومش عايزة افكر في اي احتمال تاني غير انه صوت بني ادمين، صوت بنت صغيرة بتصرخ طول الوقت وطول ما انا قاعدة لوحدي سمعاها، لكن لو في حد غيري معايا في الشقة مش بسمعها، وده خلاني حتى مش عارفة اسأل حد عن الصوت. ساعتها قررت ان انا مش هنزل لوحدي بالليل تاني ولا هقعد في المكان ده بعد ما التيم يمشوا، خلاص انا هطلع بيتي واي حاجه عايز اكملها وارتبها اعملها وانا في بيتي. فضلت كام يوم كويسه، خلاص مش سامع عياط ولا صريخ ولا اي حاجه، نفسيتي بدات تهدى وبدات ارتاح شويه، ولكن برضو ما رجعتش عن قراري، مش هنزل تحت انا لوحدي، مش هقعد فيها بعد ما الناس تمشي. ولكن بعد اقل من اسبوع بدأت تجيلي كوابيس وأحلام غريبة، برضو بدأت بصوت عياط، بنت صغيرة لابسة فستان أبيض وبتعيط وبعدها بتصرخ، وفجأة كيان أسود بيجري عليها لكن البنت بتجري منه. والحلم ده اتكرر مرة أو اتنين، ولكن تالت مرة كان مختلف، البنت بتجري تستخبى جوه الحيطة. ثانية واحدة، دي مش أي حيطة، دي حيطة في شقة أربعة. أيوة هي، بس المكان شكله مختلف. أنا هنسيت أقول لكم حاجة مهمة قوي، العمارة اللي احنا ساكنين فيها دي عمارة قديمة من اللي كان فيها دواليب جوه الحيطان، أنا لسه عندي الدولاب ده في أوضة أولادي، بس أنا ما خدتش بالي من الدولاب ده تحت. فضلت أفكر كتير وفي الآخر أقنعت نفسي إن أنا أصلا مش لماحة، وإني كل مرة كنت بدخل الشقة أيام ما كانت بتتأجر كنت ببقى مستعجل أمشي منها، وحتى لما أنا أجرتها العفش كله اتحط في الأوضة اللي فيها الدولاب دي واتقفلت، وأنا ما اهتمتش أدخل أبص عليها أساسا. تاني يوم الصبح على الفطار سألت جوزي عن الدولاب ده وقال لي إن بابا لما اشتراه الدولاب ده كان مهدود، غالبا المالك القديم عمل كده علشان يوسع المكان. فأخدت الكلام منه وسكت، ونزلت يومها عملت شغلي بشكل طبيعي جدا وخلصت وطلعت بيتي كملت يومي ونمت. والحلم اتكرر تاني، نفس البنت قاعدة بتعيط وبعدها بيظهر الكيان ده بتجري وبتصرخ وبتستخبى في الحيطة، ولكن قبل ما بتوصل الكيان ده بيطلع من ايده حاجة كده وبيضربها على دماغها، وساعتها الكيان ده بيشيلها وبيدخلها الحيطة بنفسه وبيسيبها ويمشي. يومها قمت من نومي مفزوعة، كنت خايفة بجد ومش عارفة ليه الحلم ده بقى بيتكرر معايا. تاني يوم وأثناء الشغل أخدت بريك وقمت أشرب أي حاجة، بس وأنا معدية من قدام باب الأوضة المقفولة حاجة جوايا قالت لي
افتحيها وادخلي. كنت عمال اقول لنفسي بطلي هبل بقى، يعني هتلاقي ايه يعني؟ كل ده علشان احلام؟ ولكن برضو فتحت الأوضة ودخلت. فضلت أبص على كل ركن فيها شوية وبعدين لفيت علشان أشوف الحيطة مكان الدولاب، الدولاب اللي اتشال اللي جوزي قال لي عليه. ولكن ساعتها ركبي ثابت، ما بقتش قادر أقف. قلبي بقى بيدق جامد جدا ونفسي حسيته رايح. دي نفس الحيطة اللي في الحلم. أيوة هي بالظبط نفس لونها. حاولت أهدى وتماسك قبل ما أطلع بره وحد يشوفني كده، ومديت إيدي وسحبت كرسي من اللي كانوا في الأوضة وقعدت عليه. ركزت شوية، الأوضة مساحتها تقريبا قد أوضة ولادي بالظبط. مش المفروض إن الدولاب ده تهد علشان الأوضة توسع؟ أنا مش حاسة أي فرق. ولما حسيت إني هديت شوية قمت قفلت النور وطلعت من الأوضة. بس وأنا في دماغي فكرة واحدة بس مسيطرة عليا، أنا عايزة أقيس أوضة ولادي. اليوم ده طلعت بيتي بس دماغي فعلا ما كانتش معايا، دماغي كانت في الأوضة تحت. دورت على المتر في شنطة العدة وطلعته ودخلت أوضة ولادي وقستها بالطول والعرض، وكتبت المقاسات في ورقة وحطيت الورقة دي في جراب تليفوني علشان ما انساش. ولما نمت الحلم اتكرر تاني، البنت بتعيط، بيظهر كيان غريب بيجري وراها، بتصرخ وبتقرب من الحيطة، وقبل ما بتدخل بيضربها بحاجة على دماغها وبيدخلها الحيطة وبيلف ويمشي. أول ما نزلت شغلي تاني يوم الصبح، أول حاجة عملتها إن أنا دخلت الأوضة، طلعت المتر من شنطتي والورقة من جراب التليفون وقست الأوضة بالعرض. هو المقاس بالطول، كمان هو المقاس. طب إزاي الدولاب ده مهدود علشان الأوضة توسع وفي نفس الوقت الأوضة دي قد الأوضة اللي فوق؟ قعدت أفكر في الموضوع ده كتير جدا لدرجة إن أنا معرفتش أعمل أي شغل اليوم ده. لما رجعت بيتي وقبل ما نام كنت حاسة ان انا هشوف نفس الحلم، وفعلا نفس الحلم بنفس التفاصيل، البنت، الكيان، الحيطة، بس لسه الكيان المرة دي هيلف. لقيته مشي لاخر الأوضة من الناحية التانية، وفي ست نايمة على الارض حواليها بركة دم. الكيان ده وطى عليها وشدها من هدومها ورماها هي كمان جوه الحيطة. قمت من نومي مخضوضة، جسمي كله بيترعش ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. انا عارفة ان كلامي ده ممكن يكون كتير جدا منكم ما يصدقوهوش، بس انا جالي احساس ان الاحلام دي مش مجرد احلام عقلي الباطن ولا افكاري ولا حاجة انا شفتها وبتتعاد. لا، دي رسالة معينة جاتلي وعايزة توريني حاجة. انا مؤمنة ان في كائنات وارواح عايشة حوالينا، ومؤمنة ان ممكن الارواح دي تتواصل معانا بشكل او باخر، وحتى لو مش هتتواصل فهي موجودة حوالينا. فضلت كذا يوم أفكر في الأوضة دي وأسأل نفسي إزاي مساحتها نفس مساحة الأوضة اللي فيها دولاب عادي. أفكاري هلكتني الصبح وأحلامي هلكتني كل يوم بالليل. ساعتها قررت أن أنا أعمل حاجة مجنونة، وبصراحة أنا عارفة أن لا جوزي ولا حماية كانوا هيوافقوا عليها، وعلشان كده عملتها من غير ما أرجع لحد فيهم. خليت واحد من اللي شغالين معايا يجيب لي عامل هدد، واتفقت معاه على يوم محدد أنا عارفة إن جوزي مش هيكون موجود فيه. وفعلا اليوم اللي اتفقنا عليه وصل فيه العامل وكان معاه أدواته. بدأ الأول بمطرقة كبيرة كده تقريبا كان عايز يخبط بيها الحيطة علشان يشوف مدى تخانتها وعلى الأساس ده يحدد بقى هيستخدم إيه. بس الغريبة إنه أول ما خبط الحيطة الأسمنت اتشقق. العامل استغرب جدا وخبط في مكان تاني وتكرر نفس الموضوع، وبدأ يخبط في كذا حتة لحد ما جزء كبير من الأسمنت وقع. وساعتها شفنا باب الدولاب الخشب، نفس الباب اللي في أوضة أولادي. طب إزاي؟ مش المفروض إن الدولاب ده تهد؟ العامل وقع كل الأسمنت اللي كان على الدولاب، كانت طبقة حوالي 7 سنتي، علشان كده وقعت تقريبا من غير أي مجهود، كم خبطة جابوها على الأرض. حاولت أفتح الدولاب كتير معرفتش، واضح إن الدولاب كان مقفول. خليت العامل يخبط الدولاب بالمطرقة تاني، الدولاب اتفتح
وساعتها شفنا أغرب حاجة ممكن أي حد يتصورها. الدولاب كله زي ما هو، ولكن مليان أسمنت لحد نصه تقريبا. بلوك رمادي كبير واخد نص الدولاب، وفوق الأسمنت ده كان فيه هدوم ولعب وحاجات تانية كتير جدا. لما قربت من الهدوم لقيتها فساتين لبنت صغيرة، وكمان هدوم لواحدة ست. مش عارفة ساعتها حسيت بإيه، ومعرفتش أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. طلبت من العامل يمشي، وفضلت قاعدة أفكر في الأوضة هعمل إيه وهتصرف إزاي. طب ممكن تكون صدفة، حاجة عادية، بس لأ أكيد ده مش طبيعي أبدا. خطرت في بالي واحدة صاحبتي أخوها ظابط، كلمتها وحكيت لها على كل اللي حصل. في الأول ما كانتش مصدقاني، ولكن لما صورت لها الدولاب وبعت لها الصور اقتنعت، وفي خلال أقل من ساعة أخوها كان عندي في الشقة. أول ما شاف الوضع بعينه حس هو كمان إن في حاجة غلط، وفورا الدنيا اتقلبت. ضباط وعساكر وأدلة جنائية، كل دول كانوا في الأوضة وفي كل حتة في الشقة. كان في فريق كامل بيحاول يخرج البلوك الأسمنتي ده من الدولاب، وللأسف لقوا فيه جثتين، واحدة منهم واضح إنها الطفلة. استدعوا حماية واللي وراهم عقد الشراء وأخلوا سبيله لعدم كفاية الأدلة، بس استدعوا المالك الأصلي للشقة واللي أنكر معرفته بأي حاجة. تقرير الأدلة الجنائية أثبت جثتين كانوا لطفلة 4 سنين والتانية الواحدة 6 في أواخر العشرينات، والطب الشرعي أثبت إن الوفاة كانت بضربة بأداة حادة على الرأس، والوفاة كانت تقريبا من أكتر من 10 سنين، يمكن قبل ما حماية يشتري الشقة بسنة أو أكتر، وده خلى المالك الأصلي للشقة هو المشتبه فيه الوحيد. لما بدأوا يعملوا تحريات عنه اكتشفوا أنه كان عامل من 13 سنة محضر تغيب لمراته وبنته، واتهم مراته ساعتها أنها بتخونه وهربت منه بعد ما سرقته وخطفت البنت. وعلشان مراته ما كانش ليها قرايب، محدش اهتم يدور عليها ولا يشوف مصيرها، كله صدق كلامه عنها وسكت. ولأن كل ده كان في 2011، فمحدش كان فايق يدور على البنت وامها وهما متغيبين. أثناء التحقيقات ضغطوا عليه بكل الطرق لحد ما انهار واعترف. اعترف انه قتل مراته لانه كان بيشك فيها، وانه وقتها ما كانش في وعي وفضل يضرب فيها بالشاكوش لحد ما ماتت. ولما سالوه عن البنت ليه قتلها هي كمان، قال انه ما استحملش صوت عياطها وصرخها وكان عايزها تسكت باي شكل، وعلشان كده ما لقاش الا الطريقه دي تسكتها. ولما سالوه ليه باع الشقه قال لهم انه كان بيسمع صوت عياطها وصرخها طول الوقت. من وقت اكتشاف الجثث وانا بطلت احلم بيها، مش هكدب عليكم أنا ارتحت. طلبت من أخو صاحبتي بلغني بميعاد دفنهم، وفعلا يومها رحت وحضرت الدفنة ودعت لهم كتير جدا. ويومها كانت آخر مرة البنت تجيلي في حلم، شفتها لابسة فستان أبيض وماسكة في إيد مامتها وبتبصلي وبتشاورلي إنها ماشية وبتبتسم. أكيد دلوقتي كلكم فاكرين إن أنا رجعت أشتغل في الشقة، ولكن للأسف لأ. بعد الهرجلة اللي حصلت والبوليس اللي كان داخل طالع في العمارة ومن الشقة وسمعة الشقة اللي بقت على كل لسان، حماية طردني وأخد شهر التأمين، والشقة موجودة زي ما هي ومقفولة. والمهم إن أنا لقيت شقة تانية ونقلت شغلي فيها كله، بس الحمد لله المرة دي ما فيهاش دواليب في الحيطة. القصة التانية بعنوان مجهول، برضو بفكركم إن دي قصص حقيقية حدثت بالفعل. يلا بينا نبدأ القصة التانية. الدنيا دي احيانا بتبقى قاسية قوي، بتديك الامل وبتعلقك بحاجات كتير، وبعدين تاخد منك كل حاجة مرة واحدة. القصة اللي احكي لكم دي غريبة ومرعبة وللأسف حقيقية. البداية كانت من شهر ديسمبر سنة 1898، لما اتولدت فاطمة بنت جميلة جدا، ولكن للأسف كانت من أسرة فقيرة، أبوها صياد وأمها ست بيت، ودخل الأسرة يدوب بيكفي الأكل والشرب. التعليم كان رفاهية الأسرة دي مش حملها، وعلشان كده ما دخلتش مدارس، ودوها الكتاب تتعلم القراية والكتابة، بس هي كانت طموحة وشطرة وعلمت نفسها بنفسها، وعرفت تستفيد من اللي اتعلمته في الكتاب، فبقت بتقرأ أي حاجة تلاقيها في سكتها، ورق جرايد ملفوف بيه الأكل، الإعلانات اللي متعلقة في الشوارع.
وما اكتفتش بكده، لا دي كمان كانت بتتعلم من المجلات القديمة والراديو اللغات، وفعلا في خلال كام سنة كانت بتتكلم انجليزي وفرنساوي. ولما كبرت وبقت شابة قررت انها تشتغل ممثلة، ولانها كانت جميلة جدا كانت شايفة ان المشوار سهل، هي عندها كل المؤهلات اللي ممكن تساعدها تنجح. ولكن العقبة الوحيدة انها كانت من سكان محافظة دمياط، وعلشان كده لمت هدومها وركبت القطر علشان تسافر من دمياط للقاهرة وتستقر عند خالها. واللي للأسف خالها حاله ما كانش يفرق كتير عن حالة أسرتها، كان بيته بسيط في حارة شعبية وعنده ولاد وبنات كتير، بس هي ما كانش قدامها حل غير انها تسكن معاه هي وولاده العشرة. وعلشان ما تحسش انها عالة عليه قررت انها تشتغل اي حاجة. وفعلا بدأت تدور فورا في الجرايد والمجلات عن اي شغل مناسب، بس كانت بتهتم بالإعلانات اللي بتعملها الفرق بتاعت الاستعراض والتمثيل. وفي يوم من الأيام قرت عن فرقة بتطلب ممثلات علشان مسرحية جديدة، وفورا راحت وقدمت واتقبلت، وما كانتش مصدقة أنها أخيرا هتقبض فلوس بتاعتها من عرق جبينها. كان حلم بعيد وتحقق، ولأنها كانت بنت متربية في بيت طيب، أول ما قبضت أول مرتب لها قسمته على 3 أجزاء، جزء لأهلها في دمياط وجزء لخالها وولاده والجزء الثالث ليها هي. وساعتها كانت أول حاجة تعملها بالقبض بتاعها أنها تأجر سكن لنفسها، وياريتها ما أخذت القرار ده، يمكن لو كانت فضلت في بيت خالها كانت حياتها هتفضل زي ما هي كويسة. عملية البحث عن شقة أخذت منها وقت لأنها كانت بتدور على سكن مناسب وبسعر قليل، وطبعا في عمارة كويسة وقريبة من شغلها، وأخيرا لقت اللي نفسها فيه. ساعتها الدنيا ضحكت لها في الشغل، وشاركت في مسرحيات كتير مع نجوم كبار في الوقت ده زي علي الكسار ويوسف وهبي، وبدأت كمان تشارك في أفلام بأدوار كويسة، مش كبيرة قوي بس الجمهور بدأ يعرف وشها واسمها الفني اللي اختارته لنفسها. كل حاجة في حياتها كانت ممتازة ماشية زي ما خططت لها بالظبط، لحد ما في يوم من الأيام وهي راجعة من شغلها وقبل ما تفتح باب شقتها لاحظت واحد ماسك مفتاح وبيحاول يفتح الشقة اللي جنبها. قلقت، سألته انت مين؟ وساعتها الشاب ده قال لها انه دكتور بيشتغل في مستشفى قريبة وساكن في الشقة دي، وسألها انت اللي مين؟ قالت له انها ممثلة، وقالت له كمان اسماء اعمال فنية شاركت فيها. فاطمة انبهرت بيه، دكتور وشاب ووسيم في كل حاجة اي بنت تعجب بيها. لما اتكلموا اكتر قال لها ان شغله على طول بالليل، وعلشان كده مش بيرجع الشقة الا اوقات قليلة جداً، ويدوب يرتاح شوية وينام ويرجع ينزل تاني، وعلشان كده لا بيعرف يشوف حد، وأغلب سكان العمارة ما حدش فيهم بيشوفه. ومن اليوم ده وتكررت الصدف اللي تحولت لمقابلات مقصودة وبعدها طبعا حب. ولأنها كانت لوحدها ومسؤولة عن نفسها ماديا ما رجعتش لحد من أهلها، ووافقت على طلبه للجواز منها. بعد الجواز فاطمة كانت بتحاول تبني بيت سعيد، ولكن اتفاجئت بيه من بعد أول يوم جواز بيقول لها أنه هو نازل الشغل ومعرفش ياخد أجازة، وكل مرة كانت بتطلب منه يبات في البيت كان بيقول لها نفس الحجة، وده دايما خلاها حاسة أن في حاجة غلط، وكانها متجوزة مع إيقاف التنفيذ. ما هو إزاي راجل متجوز ومن أول يوم في جوازه مش بيبات مع مراته بالليل، ما بيشوفهاش ولا بيرجع بيته إلا الصبح بس. بعد شوية وقت جوزها بدأ يغيب فترات طويلة جداً ويرجع في اوقات مش منتظمة، ولما بتسأله ليه كان بيتحجج بشغله. وعلى الرغم انها كانت مشغولة جدا بنجاحها وشغلها، الا ان ده ما كانش شغلها عن جوزها، واللي بدأت تفكر انه يمكن يكون متجوز عليها او متجوزة هي على واحدة تانية. في مرة من المرات غاب قوي ايام كتير جدا، ما كانش بيرجع البيت ولا بيتصل بيها ولا هي عارفة تسأل مين عنه، هي عمرها ما شافت له صاحب ولا قريب أو هو عرفها عن أي حد يخصه أصلا، وهي كانت تايهة ومش عارفة تروح فين. حاولت تدور عليه لأنها خافت يكون حصل له حاجة، بس هتدور فين؟ قررت أنها تبدأ بالمستشفيات اللي جنب البيت، لأنه على حسب كلامه معاها كان شغال في مستشفى قريبة من العمارة. وبدأت فعلا تدور في كل المستشفيات اللي حواليها، وكل ما تقول اسمه في مكان يقولوا لها محدش بيشتغل هنا بالاسم ده، وكانت هتتجنن. وكل يوم على نفس الحاجة، تروح مستشفيات في مكان جديد تسأل ويقولوا لها محدش هنا بالاسم ده. وبعد أكتر من كام يوم وهي بتدور عليه ومفيش فايدة،
وهي قاعدة في بيتها لمحت باب المكتب اللي كان مانعها تماما انها تقرب منه، فتحته ودخلت. دورت في كل الادراج والرفوف لحد ما وصلت لدرج مقفول بالمفتاح ومعرفتش تفتحه، ولكنها اضطرت انها تكسره. وللأسف اللي جوه الدرج قلقها اكتر. فاطمة لقت جوه الدرج ورق عليه كلام غريب، ارقام وحروف ورسومات، وكمان لقيت ورقة مكتوب فيها اسماء ستات كتير تحت بعض، وكل واحدة فيهم قدام اسمها عنوانها، وفي منهم كمان رقم تليفونها. فما كانتش عارفة ايه اللي في الورق، او يمكن مش عايزة تعترف لنفسها باللي عقلها اكيد لاحظه. واللي زود المشكلة اكتر انها حاولت تتصل بالستات اللي كانت اسمائهم موجودة على الورقة، وكل ما كانت بتتصل بواحدة منهم او تحاول تروح لها كانت بتكتشف انها ماتت او اتقتلت ومحدش عارف مين اللي قتلها. فاطمة كانت خلاص بتنهار، مش فاهمة ولا عارفة ايه اللي بيحصل، او يمكن مش عايزة تصدق ان الراجل اللي هي حبيته واتجوزته طلع كده. هي حتى مش عارفة تحدد هو ايه. لما حكت لواحدة صاحبتها نصحتها انها تروح معاها لشيخ تعرفه، ورغم اعتراض فاطمة في البداية الا انها مع الحاح صاحبتها وافقت. وفعلا تاني يوم الصبح راحوا للشيخ ووريته الورق الغريب اللي كان في الدرج. الشيخ قالها ان اللي مكتوب في الورق ده طلاسم، وان اللي كتبها اكيد مش انسان، لان دي طلاسم قوية جدا وما يعرفش يكتبها الا الجن، وحذرها تتعامل معاه لانه اكيد هو اللي كتب الكلام ده، وطالما كتبه يبقى ده مش بني ادم، يبقى جن، وجن مؤذي كمان. وساعتها فجر في وشها مصيبة اكبر لما قالها انها اكيد مش بتشوفه الا الصبح. وفعلا هي كل مرة كانت بتقابله سواء قبل او بعد جوازهم كان الصبح، وكان تفسير ده من وجهة نظر الشيخ انه القبيلة اللي هو منها بتخاف من الليل، وعلشان كده مش بيطلع بالليل وبيظهر لها وقت النهار بس. طبعا احساس بالضياع سيطر عليها ومعرفتش تعمل ايه او تتصرف ازاي، فراحت بيتها وكانت منهارة ومش قادرة تعمل اي حاجة او حتى تستنجد باي حد. وقتها كانت بتمثل مع يوسف وهبي، وفي مسرح يوسف وهبي ممنوع الغياب او التأخير، وعلشان كده ورغم كل اللي هي كانت فيه كانت بتروح شغلها، لكنها كانت متغيرة، وعلشان كده يوسف بيك وهبي حس انها متغيرة فحاول ان هو يتكلم معاها علشان يعرف مالها. ويبدو انها كانت بتتعلق في اي اشياء، وعلشان كده حكيت له كل حاجة حصلت معاها من يوم ما شافته لحد اليوم اللي عرفت فيه انه من الجن المؤذي. ولكن يوسف بيك ما اقتنعش بحكاية انه هو من الجن، ولا انه اكيد في تفسير تاني، وطلب منها تروح معاه الاسم لانهم اكيد هناك هيدوروا عليه ويلاقوه. وفي الاسم قدمت بلاغ رسمي بكل حاجة تعرفها عنه، وقدمت كمان قائمة اسماء الستات اللي لقيتهم في درج مكتبه، وحكيت لهم عن الورق الغريب والطلاسم وكلام الشيخ اللي قالوا انه من الجن، ولكن طبعا محدش صدقها ولا اخدوا بكلامها. وبدأوا يتحروا عن الاسماء اللي كانت مكتوبة، وفعلا كل الاسماء دي كانت لستات اتقتلت بطريقة غامضة ومحدش عارف مين اللي عمل كده. وعلشان كده طلبوا من فاطمة انها تبلغ فورا لو رجع البيت او قابلته في اي مكان. احساس بالرعب كان مسيطر عليها، بتراجع كل حاجة حصلت معاها من يوم ما قابلته، بتحاول تعرف هل هو فعلا انسان قاتل ولا جن. صعبان عليها نفسها واللي حصل لها، صعبان عليها حبها وجوازها اللي ما كملش كام شهر. واحدة واحدة حاولت انها ترجع تاني لحياتها الطبيعية، تمثل وتشتغل وتعيش بشكل طبيعي، ولكن عمرها ما نسيته ولا قدرت انها تتخطى اللي عرفته وسمعته عنه. وبعد شهرين رجع البيت وهي مش موجودة. دخل مكتبه وعرف انها دخلت الأوضة وكسرت الدرج وطلعت اللي فيه وشافته، وفضل مستنيها في البيت. أول ما وصلت حاول يتهجم عليها ويضربها ويقتلها كمان لو قدر، لكن هي كانت ذكية وقدرت تفلت منه. مسكت أقرب شمعدان وضربته على دماغه، وفورا بلغت البوليس. دقايق والبوليس كان عندها وفعلا قبضوا عليه، حققوا معاه وكملوا التحريات، وفعلا اكتشفوا انه قاتل متسلسل، وانه في بلاغات اشتباه كتير جدا متسجلة ضده. تحفظوا عليه وتم عرضه على لجنة من الطب النفسي، وبعد ما لجنة الكشف قابلته أكدت في التقارير بتاعتها إن هو مش في كامل قواه العقلية. وبالكشف عن أسرته عرفوا إن والده كمان كان مختل عقليا،
وإن أمه ست سويدية الجنسية وبرضه كانت غريبة الأطوار وملهاش علاقات بأي حد، وهي اللي ربته لوحدها لأن أبوه طبعا ما كانش فاهم ولا واعي لأي حاجة. للأسف الحكاية ما خلصتش على كده، لأن حالة فاطمة بدأت تسوء كل شوية. علاء ما كانش قادر يستوعب كل اللي مرت بيه، قفلت على نفسها وما بقتش قادرة تواجه العالم، ما بقتش قادرة تتعامل مع أي حد. حالتها اتدهورت أكتر كمان لما عرفت إنها حامل من الإنسان ده. كانت مرعوبة الطفل ده يجي للدنيا ويعرف اللي هي عرفته عن أبوه أو يطلع حتى زيه. وقضت شهور حملها بين العياط والخوف والقلق، ولما ولدت اكتشفت إن ابنها جه مشوه، ودي كانت الحاجة اللي قضت تماما عليها، وكانت السبب إنهم يدخلوها مستشفى المجانين، واللي فضلت فيها لحد فبراير 1945 لما كان عمرها بس 47 سنة. لحد دلوقتي مش عارفين مصير الطفل ده ايه، هل عاش وحد خده وتبناه، ولا اتربى في دور الرعاية، ولا مات من بعد ما اتولد. كان نفسي في النهاية اقول لكم انها حكاية متألفة وان ابطالها مش حقيقيين، ولكن للأسف كل كلمة في القصة دي حصلت مع الممثلة لطيفة نظمي او فاطمة. بصيلي يا جاد، بص يا ابني، هات رقصت الفرقة كلها، هتيجي ترقصنا؟ انا رقصت اخر مدافع وعديت منه ورايح بالكرة في اتجاه الجون. هات بقى، بصيت الكرة الريان علشان يشوت. ريان عمل نفسه هيشوت وهوش الحارس اللي نزل على الأرض. ريان شات الكورة لوب من فوقيها علشان تنزل في الشبكة. أيوة كده، ريان فرد ايديه الاتنين وهو بيجري على شكل طيارة. علشان جبت جون فاكر نفسك أبو تريكة خلاص؟ ريان بيضحك وبيرفع التيشيرت بتاعه لفوق. طلعت أجري عليه، ده أنا اللي عملت كل حاجة والجون كان فاضي. مش مهم انت عملت ايه، شفت ترقصت الحارس في الاخر؟ اللقطه يا صاحبي. ولا الاحتفال، اوعى وشك. طب اوعى انت الكره تيجي في وشك وكمل علشان نكسب. كملنا لعب واحنا متعادلين، واللي قاعدين بره بيقولوا فاضل 5 دقايق. ريان مع الكره في الهجوم من على اليمين، وفي 2 لعيبه قافلين عليه انه يباصي او يدخل لجوه. طلعت اجري من اخر الملعب لاني كنت انا الوحيد اللي بغطي الدفاع ورا. نخرج متعادلين احسن ما يجيبوا فينا جون المكسب. لكن دلوقتي ريان ملقاش غير يعرف يبصيله لورا. وصلت للكوره قبل نص الملعب، وبحركه لا اراديه لاني متاكد اني ما فكرتش ساعتها، شطها من لمسه واحده. الكوره رايحه وهي بتلف من على اليمين، بتلف لحد ما دخلت من فوق ايدين الحارس. ريان وباقي الفريق طلعوا يجروا عليا ويحيوني. الله عليك، ايه ده يا ابني، قناص، يخرب بيتك يا اخي، قول ما شاء الله. اخدنا الشنط بتاعتنا وبنجهز علشان نرجع البيت. ما شاء الله يا عم، جبت الجون في اخر ثانية. شفت يا ابني، عملت الاحتفال من هنا، حضرت روح الماجيكو وكسبنا في 90. ايوه لازم انت بقى اللي تبقى عملت كل حاجة برضو. مين اللي ادالك الاسيست وعدلها لك على رجلك صح؟ يا ابني انت مش لسه الجون اللي فات قلت لي المهم مين اللي حطها واخد اللقطه وبتاع؟ انا قلت كده؟ يتقطع لساني. ده ساعات الاسيست بيبقى احلى من الجون نفسه. امال، وليك في كريستيانو رونالدو اجمل مثال. اعظم هداف مفيش شك، بس لازم تفتكر له الاسيست اللي بشماله من اخر الملعب، راحت لبنزيما هوب حطها جون. بذمتك انت فاكر بنزيما حطها ازاي؟ ولا فاكر الاسيست بس؟ يا سلام عليك، ايه ده ولا ده، اقنعتني وافحمتني كمان. يعني دلوقتي الاسيست اللي ملوش لازمه اللي انت عملته لي ده احسن من الجون بتاعك؟ ها، ايه ايه، اتطرشت دلوقتي؟ لا لا لا، ولا اي حاجه من دي، سؤالك عادي اصلا، اجاوبه عادي جدا، هيحصل ايه يعني؟ بس بس بس، مش عايز اسمع حاجه، زنقتك واللي كان كان. وصلنا البيت، البرج اللي احنا ساكنين فيه انا وريان. طلبنا الاسانسير وطالعين للدور الخامس اللي احنا ساكنين فيه، وعيلة ريان في الشقة اللي جنبنا. خبطت على باب شقتنا، فتحت لي أمي وهي بتقول لي
أخيرا جيت، حمد لله على السلامة. استنى خليك زي ما أنت، هات الشنطة دي، بس خليك واقف ما تقلعش الجزمة وما تدخلش. استنى. إيه ده، في إيه؟ عامل إيه يا واد يا ريان؟ الحمد لله خالتي رغد. يا واد قلت لك قول لي ياما، بلاش خالتي دي، أنا أحسن من خالتك. وأحسن من الناس كلها كمان يا خالتي، قصدي ياما، الله يبارك فيكي. وفيك يا حبيبي. امسك يا جهاد، خد الفلوس دي والورقة دي كمان، هات الحاجات دي من تحت وتعالى. طب ادخل ارتاح شوية. ترتاح ايه؟ وحد قالك تلعب كرة بعد المدرسة؟ انجز وانزل وتعالى. طب استحمى. طيب حموك في بيريا بعيد، وانا اعملك الاكل بايه؟ يلا يا جهاد خلص. امي قفلت الباب في وشي، وريان واقف قدام بابهم بيضحك. أمه فتحت له الباب وسلمت عليه، ورحت قايل له بقولك ايه، ما تيجي معايا نجيب الحاجات دي. اجي معاك فين يا عم؟ انا داخل اخد دش وهنام بقى، صحوني بعد بكرة. ده علشان النهاردة الخميس يعني، وبكرة مفيش مدرسة. يا عم احنا لعبنا كتير النهاردة، جسمي مش قادر، العظمة كبرت يا صاحبي. والله اللي يشوفك يقول 61 سنة مش 16. ايوة بالظبط كده، احنا كده كلنا اتولدنا كده شيوخ قبل ما نكون اطفال. وانا يا ابني شيخ كبير وعجوز. يرضيك اروح حتة في السن ده؟ يلا تسمح على خير. كلكم عمالين تقفلوا البيبان في وشي ليه النهاردة؟ خدت الاسانسير ونزلت الشارع تاني. امي عندها حق، هتعمل الاكل ازاي؟ ومين اللي هيجيبه غيري وانا الراجل الوحيد ليها؟ ابويا الله يرحمه ما حضرش ولادتي، اتوفى قبلها بشهرين سنة 98، وامي طول حياتي شايلاني، لما تحتاج راجل هتلاقي مين يشيلها؟ ده انا حتى كنت بلعب كورة ما كنتش بجاهد يعني. اشتريت الحاجات اللي امي طلبتها وراجع للبيت، وانا بفتكر الجون اللي جبته في اخر الماتش، وضحكت لما افتكرت كلام ريان. ايه ده؟ ده صوت قريب قوي. ده نازل على جهاد. جهاد! انا واقف متسمر مكاني، لقيت حد بيجري وبيشيلني على كتفه، وطلع يجري بيا وانا شايف البرج اللي احنا ساكنين فيه بيقع بيتهد. الدور الاتناشر، الحداشر، العاشر، التاسع، ووصل للخامس. اللي شايلني بيجري بيا عكس الاتجاه، والحجر والطوب وكل حاجة عمالة تقع وتنزل ورانا وحوالينا، لحد ما بعدنا وقف ونزلني، وابتديت اسمع هرج ومرج من حواليها. اللي كان شايلني عم عزام ابو ريان. يابا ريان، يابا يا ام ريان. البرج كله بقى كوم تراب، واللي كانوا فيه اصبحوا مش في الدنيا كلها. يابا يا ريان، ريان، ام ريان، يا ريان، امي يما ام ريان، ام جهاد، يما اعترف وزير دفاع كيان الاحتلال بمسؤوليته مع تفجير مبنى برج الظافر 4 المكون من 12 طابق في اليوم 23 من أغسطس عام 2014 بصاروخ موجه عن طريق الخطأ. الهدف كان استهداف بعض عناصر المقاومة بجوار المبنى. هذا الخطأ بحسب ما قال مسؤوليهم الذي تسبب بمقتل 18 شخصا من عائلات مختلفة، ومن بينهم 10 أطفال. كما أدانت المقاومة هذا الهجوم الدموي بأنها لن تصمت ولن تغفر ولن تنسى، لن تنسى مثل هذا العدوان المشين الذي يقوم به الاحتلال تجاه المواطنين المدنيين الأبرياء، والذين لا يستحقونهم أو من بقي على قيد الحياة من عائلتهم العيش يوميا في هذه المأساة المتكررة واللانهائية. فشعب فلسطين الحر المناضل من أجل أهله وأرضه يستحق ما هو أفضل من ذلك بكثير جداً.
قناة i24 نيوز. مبارك عليك ألوفيو آف على الترقية لهذه الرتبة. شكرا ليك حقيقي، شكرا على المباركة، وشكرا كمان على المقدمة الرائعة. ده أقل ما تستحقه يا سيادة الجنرال. خلينا نبتدي معاك من الأول. سيادتك مواليد 25 مارس 1964 في مدينة القدس. مظبوط. سيادتك خط أول حروبك حرب لبنان 2006. ده صحيح. وكمان سيادتك كنت المتحدث العسكري لجيش الدفاع من سنة 2011 ل2013 لحد ما بنوصل للسنة دي 2014 بعد الترقية، وسيادتك حاليا مسؤول عن عمليات مكافحة الإرهاب ومراقبة أنفاق غزة. نسأل الرب أن يوفقنا في هذه المهمة المقدسة. أكيد طبعا. وسيادتك خط أول الحروب ضد المقاومة شهر أغسطس الماضي اللي أسفرت عن نجاحات كبيرة جدا ضد خطوط المقاومة حسب التقرير الرسمي لجيش الدفاع. أكيد طبعا، وما زالت العمليات مستمرة وهتفضل مستمرة إلى أن تنقطع بهم كل السبل. أنت قلت الجملة الأخيرة دي باللغة العربية. أنا الحقيقة مش بفهم اللغة العربية، لكن الإعداد ترجم لي. سيادتك تتحدث العربية بطلاقة. ده صحيح، أنا درست جزء من عمري في جامعة حيفا، وبجيد اللغة العربية وبحبها كمان، ودارس ثقافتهم كويس. ورأي حضرتك في المعركة اللي قام بيها الإرهابيين بعدها، اللي سموها معركة العصف المأكول؟ أيوة، وبعدين؟ هما أقاموا الاحتفالات علشان أول صاروخ يخترق القبة الحديدية، واللي اسمه صاروخ GH80. وكان إيه تأثيره بعدها؟ هل حدث أي إصابات أو ضحايا؟ لا طبعا، يعني ملوش أي تأثير. خليهم يفرحوا زي ما هم عايزين، لكن عمرهم ما يحققوا إنجاز على الأرض، مش هنسمح لهم. وبما أنك فاهم ثقافتهم وتتحدث لغتهم، تفتكر إيه الحل لنهاية هذا الصراع ألوف يؤاف؟ العمل على إنهاء فكرة المقاومة، يعني محاربتهم على كل الجبهات وتدميرهم بشكل كامل. ده الحقيقة تفكير عسكري بحت. الأهم من محاربة المقاومة ماديا هي تدميرهم معنويا، إنهاءهم من الداخل. لازم يتم إحياء وزرع الفكرة جوه عقولهم إن المقاومة مش بس غير مجدية، دي كمان هتعود عليهم بخسائر على الأرض، خسارة في السيطرة وخسارة في الأرواح اللي منهم. وده بياخدنا للفقرة المفضلة في البرنامج ولي أنا شخصيا، فقرة أنا والصراحة. هسأل معليك كام سؤال والإجابة هتكون بالاختصار في كام كلمة يعني. يلا بينا، أنا جاهز. حضرتك بنفسك بإيدك قتلت منهم؟ أيوة. كان منهم مدنيين؟ أيوة. كان مدني منهم تقريبا على ما تتذكر؟ لا الحقيقة مش هعرف أجاوب على ده، ما أقدرش أعدهم. كتير؟ أيوة. هل في وقت ما ندمت على قتل أي واحد منهم؟ لا، في حياتي لم أندم على تحقيق العدالة. وإيه هي العدالة في وجهة نظر سعادتك؟ إنه يتم إبادتهم من على وش الأرض، أو يشوفوا مكان تاني يعيشوا فيه ويقاوموا من هناك براحتهم. بص، هسألك أنا سؤال. أكيد يا فندم، اتفضل. لو انتقلت للسكن في بيت جديد ونقلت حاجتك ومعاك أسرتك وكل شيء تمام، لكن اكتشفت إن جوه البيت فيه فران عايشة ومستخبية فيه، هتعمل إيه؟ يعني هحط لهم سم وأفخاخ علشان أخلص منهم. ده حل مش عملي. نفترض فيه غيرهم ما أكلوش من السم، أو أكل السم ومات في مكان مش قادر توصله، غير إن الريحة ممكن تنقلك الأمراض. والعمل سيادتك؟ إنك تعمل على طردهم من المكان تماما، أحياء أو أموات، المهم توصل لهم الفكرة بشكل عملي إنهم ما بقاش ليهم عيشة في المكان ده. وعلشان توصل لهم الفكرة لازم قبلها توصل لهم حقيقتهم ويفهموها كويس، يفهموها من جواهم إنهم مجرد فران. بعد 7 سنين، 10 مايو 2021، الساعة 1 بعد منتصف الليل. عزام، عزام سمعني؟ سمعت بوضوح يا جهاد. طيب احنا قربنا من الهدف، متأكد ان ده المدخل الصح؟ ايوة هو ده، مفيش غيره. ما تقلقش، انا مذاكر الخريطة كويس. يبقى على بركة الله.
ما هو كله على بركة الله، إنما إحنا نازلين بلاعة. يا شمين الريحة، شمين. إحنا بجد هننزل هنا؟ هو إحنا مجانين؟ عمار اخرس. عدي تتقدم أنت بينا؟ تمام يا جهاد. ونزل عدي على السلم الأول، ولما دانا الإشارة إن السكة تمام نزلنا وراه. الريحة قذرة، إيه الريحة دي؟ اخرس يا حمار ووطي صوتك. حاضر حاضر. هرجع مش قادر. عزام احنا نزلنا المصرف، المفروض نمشي يمين ولا شمال؟ يمين يا جهاد. علم ورايا رجالة. زي ما شرح لنا القائد عزام الخطة، الطريق ده هيوصلنا للبوابة الخلفية اللي هنقتحم منها المعسكر و... فار. عدي خبط عمار على دماغه. ليه يا متخلف وانا ناقصك؟ مش عيب عليك يا كبير يا عائل تبقى مقاتل في المقاومة وتخاف من فار. ومين قالك ان انا خفت من فار؟ انا بس اتخضيت، ظهر فجأة بقى مش يمكن عدو. عدو ايه يا متخلف؟ ده فار. انا سايبهم ووقفت مكاني. يا عم انا ما خدتش بالي، وبعدين انا بتكلم دلوقتي ان انا شفت الفار فخفت. حلو الموضوع ده. عزام عزام سمعني؟ سمع الموضوع يا جهاد. هو احنا لو غيرنا السكة ودخلنا شمال هياخدنا على فين؟ على البوابة الأمامية. البوابة الأمامية اللي هي عليها الحراسة أكتر ومشددة مش كده؟ مظبوط، وعلشان كده هندخل من البوابة الخلفية. طيب عزام أنا عندي خطة، خطة هتخلينا ننفذ اللي احنا عايزينه بدون أي خسائر مننا، بس هنحتاج نأجل العملية كام ساعة بس، يتعدوا على الايد الواحدة. جهاد العملية دي بالذات حساسة جدا، وانت عارف الهدف منها ايه، لازم ننجزها في اسرع وقت قبل الصبح. ما تقلقش، خلينا بس على تواصل وهقولك كل حاجة. بعد 4 ساعات. انا مش مصدق اجهاد انك خليتني اعمل كده فعلا. انا قرفان من نفسي قوي قوي. مهما كان اللي انت عملته مش زي اللي هيتعمل فيهم. حالا متجهين للموقع قدام البوابة الأمامية. الله معكم يا شباب، الله معنا كلنا. الميزة في البوابة الرئيسية إن فيها ممر مخصص لعبور السيارات، وعلشان كده هنستغله. طب إيه هنا كويس؟ أعتقد نقدر نبدأ دلوقتي. على بركة الله. وبدأنا كلنا بعد الإشارة نشغل الديناميت. الو ايه انت بتقول؟ ايه ده؟ مش فاهم يعني ايه معسكر سيدروت كله. الارهابيين بيقتحموا المعسكر. دول مش بشر، دول فران. انت مش طبيعي، انت اكيد مجنون يا جهاد. مستحيل كانت تيجي في بالي انك تربط ديناميت في ظهر الفيران وتولعه. اللهب بيحرق في جسمهم فيطلعوا يجروا في الممر ويقتحموا المعسكر ويدمروه. وبقابلني لو ضرب النار يعمل حاجه يا ابن اللعيبه جهاد، بس برضو الله يعرفك. عزام هل تسمعني؟ سامعك بوضوح يا اجمد من انجبت غزه. ايوه كده، يا سلام على الكلام. المعسكر كله زي ما بعتنا لك الفيديو كده، بقى حته من جهنم. الله ينور عليك يا جهاد، يلا ابدا خطه الانسحاب انت والرجاله. علم وينفذ كبير. بارك الله فيكم يا حماه الاقصى. في صباح 10 مايو ابتدى الغزو الحقيقي. خطتنا كانت الهجوم على المعسكر والاشتباك مع العدو، علشان نلفت انتباههم ونحول تركيز القوات على مستوطنة سيديروت وخاصة المعسكر. وتمت المهمة بأفضل شكل وبدون اشتباك أو نقطة دم واحدة من جانبنا. وفعلا أرسلوا أغلب قوات المنطقة للمعسكر حتى بعد تدميره،
خوفا من اننا نستولى عليه وننقل قواتنا هنا ونحرر المنطقه بالكامل، لكن ده ما كانش هدفنا، ما كناش هنقدر نعمل كده دلوقتي. لكن الهدف الحقيقي كان ان في صباح هذا اليوم تم قصف مستوطنات جيش الاحتلال بضواحي مدينه القدس وتل ابيب وضواحيها، واخيرا وصلت الصواريخ معقل تل ابيب وسببت لهم خسائر مهوله. ومع استمرار اطلاق الصواريخ بدون توقف، القبه الحديديه او الاسطوره الصهيونيه تم محوها عن بكره ابيها. صواريخ عياش 250 اقوى واحدث صواريخ المقاومه اللي بيصل مداها ل 250 كيلومتر، كانت المفاجاه الكبرى بالنسبه لهم هم وقبتهم البلاستيكيه واللي خضعت لينا في هذه المعركه. في 12 مايو تم قصف مطار برجريون بصاروخ SH-85 الموجه، وفي اليوم التالي 13 مايو تم قصف مطار رامون جنوب فلسطين، وده من أهم المطارات الاستراتيجية لجيش الاحتلال. وتم تدمير منصة الغاز في عرض البحر في ساحل شمال غزة بسلاح جديد عبارة عن طائرة مسيرة انتحارية بدون طيار، وأطلقنا عليها اسم طائرة شهاب. بعد إطلاق 3300 صاروخ تجاه الاحتلال تم تحقيق أغلب الأهداف الاستراتيجية بشكل كامل، لكن هل ده الحل الأخير؟ هل كده هيقف العدوان الصهيوني علينا؟ الإجابة الحقيقية لأ. طبعا تم التنديد والوعيد للمقاومة ووصفنا أننا إرهابيين، مع أن بنفس قوانينهم الدولية اللي هم حاطينها بإيديهم كل بلد بيتم احتلالها شعبها ليه كل الحق في الكفاح المسلح إلا إحنا، علشان احنا في عيونهم مش بشر ولا حتى حيوانات اللي بيدافعوا عن حقوقها، احنا اقل من اي شيء. ولكن الهجوم ده بالتحديد كان بيتضمن رسالة مهمة جدا، ان المقاومة مش بتضعف، ان العزيمة مش بتقل، ان الايمان مش بيتلاشى من قلوبنا، احنا اصحاب الارض، احنا اصحاب الحق، وعلشان كده هما اللي بيخافوا من الموت مش احنا. وهنفضل نتطور وهنفضل نبقى اقوى لحد ما نرجع حقنا الكامل في أرضنا. ستة أكتوبر 2023، كنا في مقر المقاومة، القائد عزام بيشرح لينا أنا وباقي الفريق خطة اليوم الموعود، على عكس اللي حصل من سنتين لما عملنا هجوم بري على المستوطنة علشان نشغل انتباههم ويحصل الهجوم الجوي. المرة دي لأ، المرة دي فجر 7 أكتوبر بدأ رجال المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة تجاه تل أبيب، اللي اخترق جزء منها القبة البلاستيكية، لكن ما كانش ده المهم. الهجوم ده حصل علشان يلفت انتباه جيش الاحتلال ويركزوا دفاعاتهم على صد الهجمات الصاروخية. لكن اللي ما كانوش يعرفوه واللي عمرهم ما كانوا يتوقعوه إن ده كله كان مجرد تمويه، تمويه لحاجة أكبر بكتير، حاجة هتتكتب في التاريخ، وهو اقتحام الفصائل الفلسطينية للحدود بين قطاع غزة بريا والوصول للمستوطنات. وتم تقسيم الهجوم لثلاث فرق، الفريق الأول هو المسؤول عن تأمين الطريق لدخول الجنود عن طريق السياج الفاصل بيننا وبينهم في أماكن معينة عند الحدود، أكيد لينا عيون كتير على خط القطاع بأكمله، والحمد لله حبايبنا كتير أمدونا بمعلومات خاصة بأماكن معينة في السياج على الحدود، وكمان المراقبة عليها قليلة علشان تمر الجرافات وتدمر السياج ويعدي من وراء الفريق التاني بالموتوسيكلات وعربيات النص نقل فوقها جنود مسلحين ومعدات تقيلة. أما بقى الفريق التالت، الفريق اللي أنا وعمار وعدي فيه، فريق المظليين اللي هينزل لهم من السماء. بالنسبة للرادارات صعب جدا تكشفنا، لأن تصميم الطائرات والمظلات حجمه صغير جدا، وكل ما يظهر حجم الجسم الرادار مش بيتعامل معاه على إنه خطر. أنا وكل الفريق نطينا من الطيارة واحد ورا التاني نازلين في اتجاه غلاف غزة في مستوطنة محددة، كلنا طايرين في الاتجاه ده. لكن أول ما فتحنا المظلات حولت اتجاه المظلة علشان أروح على مستوطنة تانية. عزام، عزام، سامعك يا جهاد، المظلة فيها مشكلة؟ لا،
انا بس حبيت ابلغك اني هقطع الاتصال. ايه ليه؟ مش فاهم جهاد. انا اسف، من زمان وانا مستني اللحظة دي ومش هقدر افوتها مهما كان التمن. لحظة ايه جهاد؟ ما تقطعش الاتصال وفهمني في ايه. بلغ الاصحاب يكملوا مهمتهم ومحدش يقلق عليا. اطال الله عمرك يا عم عزام. ورميت الجهاز في الهواء. جهاد نزلت على الارض في منطقه نائيه ما فيهاش غير بيوت بعيده عن بعض. رميت الباراشوت وجريت علشان ادور على اي حاجه اركبها، اي عربيه، بس عربيه مش عارف اشغلها من غير مفتاح. اللي بيعرف يعمل كده هو عدي، وزمانه هناك مع عمار ورجالة كتائب المقاومة، ربنا ينصرهم. قعدت أدور وأدور. أيوة أخيرا لقيت موتوسيكل، ده أعرف أشغله وأعرف أسوقه أحسن من العربية. دورت وتحركت بيه بسرعة. غلاف غزة، المنطقة اللي تحت السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال، بتتكون من عدة مستوطنات. أولهم مجلس أشكول، ودي عايش فيها 13,000 مستوطن. مجلس أشكلون، ودي عايش فيها 17,000 مستوطن. مجلس شاعر هنجيف، ودي عايش فيها 7,000 مستوطن. ده غير مستوطنة زكيم ونحال عوزة. لكن هدفي واتجاهي دلوقتي هو مستوطنة رعيم، اللي بينها وبين حدود غزة والكيان 5 كيلو بس. جاي لك. زهرة يا زهرة. نعم يا سيدي. اعملي لي فنجان قهوة وجهزي لي الحمام. حالا يا سيدي. على الصبح كده؟ ده النهاردة السبت وأجازة ومراتي عند أهلها، ده اليوم بتاعي. ألو. أيوة سامعك. هجوم تاني على الحدود؟ عادي. وبعدين اتعاملتوا معاهم ازاي؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ يعني ايه؟ ازاي ده حصل؟ ما ينفعش يحصل. فين الامن؟ فين الاستخبارات؟ فين الجيش؟ اقفل انت دلوقتي، هقوم اتحرك حالا. اقفل. ازاي الحيوانات دول عرفوا يدخلوا لنا؟ مش ممكن، مستحيل. مين الحيوان ده كمان اللي جاي السعادي وليه؟ رهف يا رهف، شوفي محصل فواتير ده ولا مين على الصبح. راحت رهف علشان تفتح الباب. مفيش حد على الباب. يعني ايه مفيش حد على الباب؟ امال مين اللي؟ رهف قفلت الباب ولفت وراها تكلم الجنرال، عينيها برات جامد ومخضوضة. شش، ولا حركة ولا نفس. انت مين؟ عايز ايه؟ انا مين؟ انا واحد منهم، فار من الفران. شاورتله علشان ما يتحركش ويفضل قاعد مكانه، وقعدت قدامه وانا موجه السلاح ناحيته. بمناسبة الفران، ايه رأيك في اللي حصل من سنتين في معسكر سيدي روت؟ اتبسطت مش كده؟ هو الحركة دي بقى كانت فكرتي. الجنرال باصص في عينيا وهو مبرق وابتدى يجز على سنانه، وقطع دماغه وبقى بيبص في الأرض. وانت جاي هنا عايز مني ايه؟ اقتلك. ايه؟ بس لسه ما قتلتكش، علشان عندي سؤال. عندي سؤال ومحتاج إجابة واحدة، إجابة مش هاخدها إلا منك. ليه؟ أمي وصاحبي وأم صاحبي ليه ماتوا؟ ليه بتستخدموا صواريخ موجهة علشان تقصفوا بيها مدنيين عزل وأبرياء مالهمش ذنب؟ في قصف المباني والأبراج السكنية. وعلى حظنا الجميل في 2014 كنتوا بتستخدموا صاروخ GBU-31.
دلوقتي طورتوا الصاروخ علشان يبقى قوة تدميره أقوى. برج الظافر اللي قصفتوه بصاروخ جي بي يو 39 ومات كل اللي كانوا فيه وأغلبهم أطفال. ليه؟ بتستفيدوا إيه؟ بتحسوا بإيه؟ عارف كم واحد فقد حد عزيز عليه؟ أو فقدهم كلهم زي كده؟ بعدها بيحصل إيه؟ بينضم للمقاومة وبيزيد عددها وقوتها يا أغبى مخلوقات الأرض. قولي قولي أنت أقولي بتحسوا بإيه؟ أنت بتعيط؟ عندك حق، عندك حق في كل اللي قلته. إيه؟ أنا في حياتي طول حياتي ارتكبت كتير من الحماقات، قتلت ناس مالهمش ذنب، يتمت أولاد وأرملت زوجات وشتت عائلات. أنا يقف وهو بيرفع راسه وبيبص لي. أنا غبي، أيوه أنا غبي، ارتكبت مجازر ومذابح ما كانتش المفروض تحصل، ما كانتش دي الطريقة. ودلوقتي جه يوم حسابي، كل الأسف وكل الأعذار مش هينفع يغفرولي. علشان كده أنا عارف، عارف إن دي النهاية الوحيدة اللي فضلالي، وإنك لازم تقتلني. أنا ما كنتش أتوقع منك أبدا رد مثير للشفقة زي ده. أيوة لازم تقتلني وتاخد حق كل اللي تم إبادتهم بدم بارد بسببي. اقتلني، اقتلني بقولك. بس قبل ما تعمل كده اسمح لي أرجوك بأخلاق المسلمين أودع بنتي وأحضنها حضن أخير. يقف بيلف وشه ناحية البنت اللي قاعدة قدام الباب وضم أيديها على رجلها وعمالة ترتعش. رهف يا رهف، تعالي تعالي يا حبيبتي ما تخافيش. رهف بتقوم من مكانها بحركة بطيئة وأنا بقول لها ما تخافيش مني، مش هأذيكي، مش هعملك حاجة، روحي له. رهف بتتقدم بالراحة ناحية الجنرال وأول ما وصلت له خدها في حضنه. أنا آسف، آسف على كل حاجة، سامحيني. في اللحظة دي لفت وشي وتخضيت علشان ألاقي واحدة ست باين إنها عربية وأكيد فلسطينية. اثبتي عندك، ما تتحركيش، ما تخافيش. لفت وشي تاني ناحية يقف علشان ألاقيه بسرعة مسك مسدس وحطه على دماغ البنت الصغيرة. اوعى تتحرك، أي حركة أو خطوة هفجر دماغها ودماغ أمها. هو بيعمل إيه؟ هو بياخد بنته رهينة؟ لا دي مش بنته ولا دي مراته. أنا اتخدعت. لا 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 سيدي، أرجوك سيدي اتركها، اتركها بالله عليك. شايف، شايف الوش الملائكي ده؟ بيحط ايده بيمسك وشها. بنت جميلة بريئة، ما اعتقدش انك هتحب تشوف راسها اشلاء. اثبت مكانك علشان انت عارفنا، كلمتنا واحدة. انتوا كلمتكم واحدة؟ انتوا اخرس. يقف ماسك البنت وشايلها بايد والايد التانية بالمسدس على دماغها. قام بيها وبيخرج من الصالة. اوعى تتحرك، انت فاهم؟ خليك مكانك. هتهرب على فين؟ هجيبك وحياة امك يا ابن الصهاينة، ما هسيبك. الصهاينة اشرف منك ومن اللي جابك، خليك قدته كده. يقف بيفتح الباب وبيخرج منه. عايشين ميتين بدون امل بدون حياة، ده اللي انتوا تستاهلوه واللي هتفضلوا تاخدوه. وخرج من البيت. طلعت اجري، نطيت من الشباك اللي دخلت منه علشان اركب الموتوسيكل.
حركت ولفيت من ورا علشان اوصل قدام الباب. بنتي بنتي يا معنا بنتي. رهف البنت الصغيرة مرمية على ظهرها والدم مغرق جسمها. يوقف قتلها ليه؟ كل اللي طلبته منك إجابة السؤال ده ليه؟ طلعت أجري وراه بسرعة جنونية، شايفه في آخر الطريق قدام وبيحود شمال. لو مشيت معاه في نفس الخط وراه مش هلحقه. حاولت شمال بسرعة ودخلت بين البيوت في ممرات ضيقة جدا بحجم الموتوسيكل بالظبط. خرجت من الممر لقيت العربية قدامي، طلعت أجري وزودت السرعة على قد ما أقدر. قربت منه جدا وبقيت شبه لازق في ظهر العربية. خرجت المسدس من جيبي وقعدت أضرب على الإزاز من ورا، لكن زي ما كنت متوقع العربية مصممة ضد الرصاص. حاولت الموتوسيكل ودست بنزين زيادة علشان أبقى جنب العربية. يوقف فتح فتحة صغيرة من الشباك. قعدت ألف واحد بالموتوسيكل يمين وشمال وأنا بجري علشان أتفادى الطلقات. ولما بطل يضرب بمسدسه حوض عربيته شمال مرة واحدة وخبطني من الجنب. الموتوسيكل فقد التوازن وكنت هقع بيه. مسكت كويس وقعدت أحاول ألحقه وبطأت سرعتي مضطر، لكن المسدس وقع من إيدي. وطبعا ما وقفتش، اتحركت بعدها لكن يوقف كان سبقني وكملت جري وراه. دلوقتي فهمت هو بيهرب مني على فين، لاني شايف من بعيد معسكر رعيم، مركز قيادة فرقة غزة. من الاسم يبان انها فرقة مقاومة، لكن على العكس دي اكتر فرقة من الصهاينة ارتكبت جرائم ضد اهل غزة. حتى الهوية بيحاولوا يسرقوها. ولما قرب يقف من البوابة بعربيته قعد يزمر ويضرب كلاكسات كتير. وفتحت البوابة، بوابة المعسكر. انت بتهزر؟ انت لو داخل بوابة الجحيم برضو مش هسمح لك تهرب. البوابة بتتقفل والموتوسيكل على اعلى سرعة ممكنة. يلا يلا يلا. عديت من البوابة من خرم ابرة واتقفلت ورايا. يوقف كان نزل من عربيته جوه المعسكر وبيصرخ بأوامره للجنود. كملت جري زي ما انا، وقبل ما اقرب منه نطيت من فوق الموتوسيكل وسبته يكمل جري لوحده. الموتوسيكل خبط في جندي من اللي واقفين وطيره من مكانه. الجندي وقع متكسر وفي جندي تاني جنبي يوقف. وانا لسه على الارض طلعت خنجري من الجيب اللي في رجلي وضربته في رجله من ورا وغرست الخنجر في رقبته من تحت. يوقف بيهرب بيجري. طلعت السلاح المتعلق في ظهري ولسه هضرب. جندي اترمى عليا من الجنب ومسك السلاح ومسك فيا. ضربته بظهر السلاح في مناخيره فقد التوازن وضربت 3 طلقات. عدد من الجنود خارج من مخيمات كتير. ضربت جندي منهم 1 طلقة في راسه، والجندي التاني 2 طلقة في صدره، وجندي 3 طلقة في بطنه و1 طلقة في جنبه و1 طلقة في... عدد الجنود زاد بشكل مش طبيعي. معايا 3 قنابل يدوية، رميت 1 منهم. طار عدد منهم في الجو بسبب الانفجار وماتوا، ورميت التانية لكن بعيد عنهم شوية وواحد بس اللي مات. طلعت أجري وأهرب من ضرب النار. طرت في الهواء ونزلت على بطني ورا مخيم من المخيمات وخرجت سلاحي وبدأنا تبادل إطلاق نار غير متكافئ بالمرة. كل ما بضرب بوقع جندي، لكن مش كفاية، مستحيل يكون كفاية، عددهم كتير عليا وأنا لوحدي ومحاصر. لكن خدت بالي من براميل البنزين القريبة من الجنود. البراميل انفجرت وقتلت 3 أو 4 منهم والنار ماسكة فيهم. سلاحي
السلاح فضي من الطلقات وما معيش رصاص. الجنود رغم رعبهم من اللي بيحصل في المعسكر واللي عمالين يتساقطوا منهم وكانوا فاكرين ان اكيد مش واحد بس اللي بيهاجمهم، لكنهم ابتدوا يتقدموا ويقربوا لي. دي طيارة هليكوبتر تبعهم اللي بتأمن المعسكر من فوق. الطيارة قربت عليا ورا المخيم ووجهت كشافاتها عليا. يعني أنا نهايتي دلوقتي ولسه ما خدتش حقي. لا أكيد، لا أكيد حقي هيجيلي. رجالة المقاومة وكل مواطن عربي فلسطيني أكيد هياخد لي حقي، مش مهم النهاردة لكن في يوم من الأيام. مسكت سلاحي الفاضي ووجهته ناحية الهليكوبتر وأنا مبتسم وبقول لنفسي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. غمضت عيني ودست على الزناد. إيه ده؟ الطيارة ضربت صاروخ أر بي جي وشايفه هي بتقع من فوق والنار ماسكة في كل حتة فيها. وقعت وانفجرت فوق أكتر من المخيم وقتلت عدد كبير من الجنود. بلف وشي ناحية البوابة مش مصدق. جهاد عدي، جهاد عمار، خمس عربيات نص نقل حملة سلاح رشاش آلي تقيل وجنود. دمروا دبابة مركافة. يا رفاق لفت وشي وانا بدور عليه مش لاقيه في اي مكان. لكن خطرت في بالي فكرة لاني عارف انه جبان. جريت وانا بزك على رجلي وطلعت فوق دبابة، فتحت الغطا ونطيت جواها، وزي ما توقعت لقيته مستخبي جوه. أول ما دخلت عينيه برقت وجسمه قاعد يترعش لسه بيمد صباعه على الزناد. ضربته بكوعي في وشه في نفس الوقت اللي لويت فيه دراعه لتحت علشان يتكسر، ووقع المسدس من إيده. رفعت جسمه لفوق وقلبته على ظهره. أرجوك خلاص أنا أهو، خدني أسير. أسير؟ أسير إيه؟ أنت مسلم صح؟ أكيد. أرجوك فين أخلاق المسلمين؟ أهي سحبت الخنجر التاني ودبيته في رجله فوق ركبته. اترمى على ظهره بيصرخ ونزلت نص الركبة قدامه وأنا باصص في عينيه وبدوس على الخنجر أكتر وهو جوه لحمه. مسكت المسدس من على الأرض وضربته طلقة في كتفه. كفاية أرجوك خدني أسير أرجوك. دي علشان رهف البنت الصغيرة يا ابن الصهاينة. وضربته طلقة في رجله التانية. بس كفاية. ودي علشان ريان وأمه. وضربته طلقة في جنبه. ودي علشان أمي. يقف بينزف دم من بقه ومخنوق لا قادر يصرخ ولا يتنفس. أما دي بقى علشاني أنا. رميت المسدس على الأرض قدامه وخرجت من الدبابة. طلعت من جيبي آخر قنبلة معايا ورميتها جوه الدبابة وقفلت الغطا. كفر عن خطاياك بحياتك. بعد 10 أيام من عملية طوفان الأقصى. انجز يا عودي خلينا نلحق. حاضر يا جهاد ثواني، يعني هنزورهم وإيدي فاضية؟ لا يا سيدي خليها مليانة، عايزين نحضر معاه ونكون جنبه. طب كلمه بس على ما اشتري الحاجة اهو، قول له اننا تحت ودايق ونبقى عنده. طلعت الموبايل واتصلت بعمار. الو
يا جدعان انتوا فين؟ والله عيب عليكم تسيب اخوكم في لحظه زي دي. ودي تيجي انا وعدي عندك اهو خلاص طالعين لك. مبروك يا حبيبي على اول فرحه. الله يبارك فيك يا صاحبي، عقبالك بقى، نفسي اوي افرح فيك. ده بعدك بعد عمر طويل ان شاء الله. ركز انت بس فرحتك ربنا يديمها عليك يا رب. وادي يا عمار، مبارك عليك البنوته، هتسميها ايه؟ استنى بس، استنى افتح له السبيكر هقول له اهو. يا حبيبي يا عدعودي، باذن الله هنسميها نضال. ما شاء الله، ربنا حبيبي يبارك لك فيها ويحفظها لك وتشوفها وهي. جهاد، ايه ده؟ لا 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 لا، مش تاني مش تاني. لا عمار، اخرجوا من المستشفى بسرعه. عمار، في ايه يا جهاد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اشهد ان لا اله الا الله. عمار، نزلت على ركبي واحنا شايفين المستشفى وهي بتتهد من فوق لتحت على كل اللي فيها. ليه؟ ليه؟ ليه يا عمار؟ ليه؟ بعد ساعات في المقر. ليه؟ قول لي ليه؟ ليه يا عزام؟ حد يجاوبني ليه؟ عزام رد عليا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قدر ربنا، قدر الله وما شاء فعل. برضو ليه؟ ليه مش مكتوب لنا نشوفها وإحنا لسه عايشين؟ علشان إحنا اخترنا ده. لا ما اخترناش، ما تقوليش اخترنا، ما اخترناش اللي بيعملوه فينا. كل اللي ماتوا وكل اللي بيموتوا كل يوم، إحنا ما اخترناش النهاية دي ليهم. اهدى اهدى يا جهاد، قولي يا عزام، قولي بصراحة. بصيت في عيون عزام: هو احنا بنقاومهم علشان بيقتلونا ولا بيقتلونا علشان بنقاومهم؟ اسأل نفسك انت السؤال ده. اهلك وصحابك وجيرانك ماتوا علشان كانوا بيقاوموا؟ كانوا رافعين سلاح في وش مين؟ هل كل ذنبهم في الحياة انهم كانوا عاوزين بس يعيشوا؟ حياتهم كانت مقابل ايه؟ احنا بقى، انا وانت وعمار الله يرحمه وكل الشهداء، قررنا نبقى التمن. بس التمن غالي، غالي قوي. حاسس بيك وفاهم اكتر ما انت متخيل. جهاد، انا عالي في حالة من الفوضى. ها؟ اوقات كتير مش بيفرق بين الماضي والحاضر، كأن جسمي هنا معاكم مع المقاومة والهدف الأسمى، لكن روحي لسه هناك، ما سبتهمش. في اليوم ده، في اللحظة دي، الاحتلال استهدف البرج لأنهم عرفوا إن ساكن فيه واحد من المقاومة. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ كان لازم أكون معاهم. إزاي ما كنتش معاهم؟ أنا المقصود، ليه أنا اللي عايش وليه هما مش عايشين؟ عزام، ليه مش أنا اللي مكانهم بعد ما تسببت في قتل كل لأن ده القدر، ده قدرنا وقدرهم. مهما عملت أو حاولت ترجع، لا هترجع ولا هتعرف تغير شيء أو تمنعه. لكن احنا بقى مواطنين، شيوخ ونساء واطفال، وكل راجل من رجالة المقاومة اتعلم من يوم ما اتولد فلسطيني انه يبتسم في وش الموت ويكمل لاخر القدر. جهاد، انت ما تقولش حاجة. شكرا يا عم عزام، شكرا انك انقذتني في اليوم ده. لولاك ولولا ان قدر ربنا انك تعيش، كان زماني مدفون تحت الأنقاض وما كنتش حققت انت أمنة. عزام بيبتسم ودموعه نازلة، وخدنا بعضنا بالحضن احنا الاتنين. ولسه كتير يا عزام، لسه ما خدناش حقنا ولا حتى جزء منه. لسه اليوم الموعود اللي بتمنى ربنا يسمح لي بشوية كمان وعيش علشان أشوفه،
علشان نشوفه. مايو 2027، وصلت مجموعة من كبار رجال الاستخبارات من أكتر من دولة عربية مجاورة وشقيقة علشان يقابلوا قيادات المقاومة، وكنت حاضر معاهم كقائد كتيبة المظليين، وكان حاضر معانا المهندس عمر الفلسطيني الجندي المجهول، واللي قدر يخترق دفاعات القبة الحديدية. الموساد حاولوا يجندوه أكتر من مرة، ولما معرفوش حاولوا يقتلوه، لكن هو اختار ينضم للمقاومة وينصر القضية. رجال المخابرات أفادونا بمعلومات كتير وأسلحة أكتر ودعم مادي ضخم من كل النواحي، لأنهم أخيرا فهموا سبب خراب بلادنا العربية والإسلامية في المنطقة، فهموا السبب الحقيقي لوجود الاحتلال في هذا المكان من الشرق الأوسط، فهموا الخطة الموضوعة علينا من سنين. وبسبب العدوان الفاشي والمتواصل من جانب الاحتلال، قوتنا وعددنا زادوا بشكل مهول، كأن ربنا محبش يكسف كلام الشيخ أحمد ياسين إن الكيان نهايته 2027. ودلوقتي بعد كل اللي شفتوه، بعد كل اللي عشتوه، بعد كل الحزن والأسى، بعد كل الخراب والدمار، أخيرا حانت اللحظة. مش لحظة الانتقام، بل لحظة رجوع كل الحقوق لأصحابها. مفيش واحد فيكم هنا ما شافش في أهله وأصحابه ومعارفه كل القهر والظلم، لكن دلوقتي كل واحد فيكم لسه شايل في جيبه مفتاح بيته وأرضه اللي اتاخد منه بالقوة، وجي الوقت علشان نستردهم بالقوة. يا جنود المقاومة، يا حماة الأرض، يا شعب فلسطين الصامد، النهاردة ودلوقتي في فجر 25 من شهر مايو بنعلن بدء عملية خلاص الأقصى. فلتح يا فلسطين. نطيت أول واحد وعدي نط ورايا من الطيارة اللي كان فيه غيرها كتير في الجو، وعددنا كان بالألاف. ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي نازل من فوق ده؟ دول كتير قوي. هي السماء بتمطر علينا عرب؟ اهربوا اهربوا، انجوا بحياتكم. انا ما شفتش المنظر ده في حياتي، ده حلم. انت واقف بتعمل ايه؟ اتحرك اجري. فتحت الباراشوت، رفعت النضارة من على وشي. ايها الكيان، الجنود عمالين يجروا من تحتنا قبل حتى ما نحط رجلينا على ارضنا. انا الاوان.